كنحس بحال الله عاقبني في الدنيا، كنحس بحال الله عاقبني في الدنيا، لكن انا راه بين حياتي والموت، لكن انا راه بين حياتي والموت. وكنقولوا حنا المغاربه صافي تقاداولك بلا تقاداولك بلا تقاداولي صافي نيست. الا كانت كتضحك راه كتضحك غير من هنا للفوق، اما شي حاجه من داخل راه صافي، اما شي حاجه من داخل راه صافي. ان الله غفور رحيم، كنطلب من الله يسمح لي وصافي لاي حاجه درتها. انت مغموم ومهموم من الداخل بزاف اخويا صافي، ضاقت نفسيتي ضاقت لاقصى حد بزاف اخويا صافي، ضاقت نفسيتي ضاقت لاقصى حد. ما كنشوف دابا كدمع عليا وباغي تبكي على بالي حيت عييت. انا طلبت النجدة، انا طلبت ينقذوني يخرجوني من حياه، انا خرجت من حياه المثليه. ابغض باش نخرج من حياه المثليه خصني طبيب نفساني، حيت باقي الحركات باقى اللهجه باقى الهضره بزاف. انا صافي اخويا عييت. الا كنت كنقولك الا كنت بصح كنحس براسي غيبقى عليا هادشي وغنزيد في التشرد وانا مريض وانا هادي، صافي الله ياخذ روحي، صافي الله ياخذ روحي. في قناه مغارب نيوز اهلا وسهلا بكم، اليوم معنا المثلي السابق عبد العالي. كما اتصلتي بينا وقلتي لينا راه خويا راه مألم، راه الكلوه ديالي محلوله بواحد وسنتيم والمعده فيها تسمم وبلاصه الخياطه مقيحه لك الله يسر. عبد العالي من بعد ما لحنا الفيديو جو المغاربه تبناو هذا الملف وقالوا عبد العالي تبارك الله عليك صندوق المغاربه كاين اللي معنويا قال لك سير كمل في الطريق راه الطريق هي اللي خدامه. عبد العالي شنو وقع لك اخويا البارح؟ خويا انا البارح كنحس براسي كنت جالس مع ما بيا كنحس بالتغزازه عندي في الضربه، كنحس بالتغزازه عندي في الضربه. واش غنقول لك من جهه الخصر من الفوق ما كنقدرش نتحرك لا هوك لا هوك، ظهري كنبقى بحاوك مقوس. قلت مناش 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 شويه وانا نمشي نسواني، نمشي نسواني ونقول لها اختي راه كنحس بهذي. وتقول لي خويا راه مقيحالك وخاص مقيحالك ومنفوخالك بزاف. لا اواه اختي تخلع شويه غندخلك عند الطبيب الرئيسي. دخلت عند الطبيب الرئيسي وخرج لي تحاليل، خرج لي دار لي قلت لي استاذ راه اللي كناكلها كنردها. قال لي راه بسبب فقدان المناعه. قلت لي اواه، ويقول لي ماشي مشكل. دخلني داروا لي داك التيوم في النيف وفي الفم باش عرفت عندي تسمم في المعده بسبب الادويه اللي كنت كناخذ والظهري. قلت لي مناش، ويقول لي راه عندك خصنا نديروا التحاليل عاد نديروا لك سكانر عاد نشوفوا مناش. لكن الحمد لله تلقيت البارح مساعدات من عند الاطباء ديال المخزن ديال سبيطار الدوله الحمد لله، ولكن انا راه بين حياتي والموت، لقيت ريحه الموت. كنحس براسي بصح انني غنودع من هاد الدنيا. كنطلب من الله يسمح لي ويغفر لي عييت صافي بسبب الزنقه وبسبب المثليه، انني سبب هو التشرد في هادشي. فهاد الضربه اللي خديت من المثليه هو التشرد. دابا عبد العالي كتبات في الزنقة ما كاين لا حنين لا رحيم، كيف ما شفنا قلعتي واحد الفيديو البارع انك بيت في الزنقة. خويا بنت في الزنقة وباقي كنبات في الزنقة وما عرفتش الى اين ولا الى متى ما عرفتش. دايم الى دايم الله صافي. كنحس براسي انا نفسي ضاع، كنحس براسي تخنقت بزاف. كما كنقولوا حنا المغاربة صافي تقاداولك بلا تقاداولي صافي نيست. الا كانت كتضحك راه كتضحك غير من هنا للفوق، اما شي حاجه من داخل راه صافي. ان الله غفور رحيم، كنطلب من الله يسمح لي وصافي لاي حاجه درتها. انت مغموم ومهموم من الداخل ديالك بزاف اخويا صافي، ضاقت نفسيتي ضاقت لاقصى حد لاقصى حد اخويا. كيف ما دابا النتيجه ديال الحياه ديال الليل والسهر والحياه البائسه اللي كنتي عايش تلخصات لك في مرضى وعرفتي بقيمتك؟ انا وليت خايف غير ما تكون عندي شي مرض اللي ماليه شي علاج، حيت نكمل البارح تخلات في السبيطار قال لي يقدر يتكون لك كونسير من الداخل. انا خفت بزاف، كنحس بحال الله عاقبني في الدنيا. ذنبي حتى شي حاجه، انا ذنبي انني كنت مثلي. لا انا كنحس الله عاقبني في الدنيا. حسيتي بعقاب في الدنيا قبل الاخر؟ والحمد لله انني تعاقبت في الدنيا بارك. الله يغفر لي والله يسمح لي ويغفر لأمة محمد. كما كنشوف دابا كدو معايا وباغي تبكي يا عبد العالي فرق حيت عييت. انا طلبت النجدة، انا طلبت ينقذوني يخرجوني من حياه، انا خرجت من حياه المثليه. ابغض باش نخرج من حياه المثليه خصني طبيب نفساني، حيت باقي الحركات باقى اللهجه باقى الهضره بزاف.
انا صافي اخويا عيت. الا كنت كنقول لك الا كنت بصح كنحس براسي غيبقى عليا هادشي ونزيد في التشرد وانا مريض وانا هادي صافي الله ياخذ روحي. نتمنى الله ياخذ روحي اليوم ولا غد. عيت الحمد لله العمر بطوال ان شاء الله وما عرفناش شكون السابق اخويا عبد العالي وربي كبير والحمد لله غيكون ان شاء الله يا ما عايش نقول لك. انا نقول اخوي اللي بغيتي شي رساله باش نوجه جو المغاربه. انا كل مغربي دخلت الخاطر ودخلت بالرحمه والمغفره انني تبت لله عز وجل. كنطلبكم غير تنقدوني حسبوني اخوكم حسبوني رغم ما عندي حتى شي واحد في العائله عندي توما رغم كانوا كيجيو لي تليفونات كيقول لي مزيان عبد العالي منين تفتح حنا خوتك. الحمد لله داكشي اللي كنا باغيين حنا. يمكن انا نقدوني اذا نقدتوني راه ما ضعتش اما لبقيت مغادي في هذيك الطريق كنحس براسي بالصح احتقرت المارة واحتقرت راسي اقصى حد. صافي عيت بلونطيت بزاف عبد العالي باش لي الاشاره فقط بعد ما دزتي معنا في الفيديو السابق عطيتينا النمره اللي هي غلط. جو المغاربه تفاعلوا معك في لي كومونتير ولكن باش يتصلوا بك لقاو النمره طافيه. خويا انا ماشي فاش كنا مرة غلط ما عرفتش مناش كنتي مستريسي حقاش طاش كنتي لقيت خويا والله ما عرفتش عقل ما عرفتش عقلي مرفوع راسي مرفوع. حس بي اخويا انس الناس في الزنقه وانت مريض وبزاف دبيت شي حاجه 14 عام ديال المثليه ما درت منها والو شفت منها ضربه مؤدية الموت كيفاش الرحمه في البلاد. انا ما كرهتش تكون عندي دار كنطلب انا الله يعطيني من نش نعطي. صافي خديت غير معيور من حياه الليل اللي كان اللي يدفل عليك اللي يدير لك بزاف الحوايج خديت والو اخويا من حياه المثليه. عيط لي لا نتيجه لا لا نتيجه وغير ريزلت. طلب من الناس اللي غيشدوا الليل ولا غيتعجبوا المثليه ولا اللي المراه غتخرج دير تحريض على الفساد ولا شي حاجه تحاول اختي تقرب لله وسيري خدمي بالحلال لا يدوم اما الحرام ما كيدومش. عبد العالي تقربتي من الله بديتي تصلي بديتي في الحمد لله اخويا الحمد لله كنحس ربي عاقبني في الدنيا والمؤمن مصاب. كون ما كنتش كون جات على لساني كون راني مت شحال هادي ولكن ربي كيشوف القلب باش يحبب فيا خلقه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عبد العالي من بعد ما هادشي كله اللي طرا لك عبد العالي ان شاء الله غتصاح وربي كبير ولكن يمكن على موجب الغيب عبد العالي الا صاح واش عمرو غيرجع لهاد الطريق طريق الفساد طريق لا نمشي نخدم عطا الله ما يدار ندير افلام قصيره نحكي نبين واواق نخدم في القناه ديالي نطلع حتى انايا يمكن عطا الله انا حتى لما ساعدونيش الناس راه نبيعها كنينه كتف الفيروج ونعيش حتى لما ساعدوني الناس نبيع كنيني كتف نطلب ولو الله سبحانه وتعالى قال كيد العليا احسن من يد السفلى ما هدي ما غادي ندير نحاول نحاول نبدل الحال بما احسن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما دام ربي عاقبني في الدنيا راه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله اخويا عبد العالي على كل انا تعذبت وخير الخطائين توابون. شكرا لك عبد العالي دوش معنا بقلب مفتوح كنت من جل المغاربة عبد العالي الآن كيبكي كيبكي عبد العالي مش ألم من داخل عبد العالي اللي حطنا الفيديو السابق دياله في قناة مغارب نيوز لكن خطأ اللي كان ناتج عليه هو ومعرفش الخير كما كنقولوا فين كاين الآن غنحطوا النمرة اللي غيعطينا هو وكنت منه وشكون صحيحة وشكون خدام وجل المغاربة يتعاونوا مع ماديا ومعنويا. شكرا متابعي قناة مغارب نيوز إلى اللقاء.